مسلسل زلزال اتقدم في التسعينات، شايف لبسه فعلا كان مناسب للتسعينات؟ بصي، هو المفروض ان المسلسل لما كبر محمد رمضان مش في التسعينات، هو المفروض ان هو كان في التسعينات متهيالي لما البيت وقع، صح؟ في بداية الحلقات كانوا في التسعينات، فالمفروض ان هو دلوقتي مش في التسعينات، بس اللبس فعلا هو مقارب شوية من شخصيات في التسعينات شفناها، زي مثلا فيلم كابوريا ومستر كاراتيه والحاجات دي. طيب، كان اللبس واسع كده والبناطيل واسعة وفي جواكت بألوان معينة، الناس شبهوه بحزلقوم بتاع أحمد مكي وخدوه تريقة، فده فعلا ده صح ولا غلط كأزياء؟ لا، لو بصيتي في التسعينات هتلاقي إيهاب توفيق كان بيلبس كده، وعلاء عبد الخالق وهشام عباس، هتلاقي الناس بتوع التسعينات كانوا بيلبسوا كده. بس يعني ده وارد فعلا اللي كان يبقى موجود. كان وارد. وشخصية حزلقوم دي شخصية كاركتر كان أحمد مكي عاملها في الكبير، إن هي كاركتر بس، ما كانتش معمولة اللي هو يعني ما كانوش طالعين في فترة زمنية محددة. عايزة أسألك برضو، انت لبست نجمات كتير جدا، مين اكتر نجمة بتحب تلبسها وبتحس ان انت يعني راضي جدا وانت بتلبسها ومبسوط وبتقول لا ده تصميمي، ده انا محمود غادي؟ مين؟ ما انا لو قلت لك ممكن يزعلوا. اكيد نجمة مفضلة ليك. بصي، هي اكتر واحدة صاحبتي في الوسط هي مي عز الدين، فبتحب تلبسها. بحب البسها. بس يعني اشمعنى مي عز الدين؟ في كيمستري ما بيني وما بينها كده، يعني احنا يعني العلاقة شوية اخوات اكتر ما ديزاينر وممثلة وكده. مي كله علق، اللي هي خست جدا وكله معلق على وسطها الصغير ده، فانت ده بيبقى احسن لك لما بتيجي تلبسها؟ اكيد طبعا. يعني هي مي اصلا من زمان وهي رفيعة وجسمها حلو، بس هي ابتدت شوية تهتم بالرياضة اكتر، فعشان كده الشيب زبط. بس وهي من زمان على فكرة، بس يعني هو يعني دلوقتي الناس بتركز عشان السوشيال ميديا أكتر. يعني الأول ما كانتش السوشيال ميديا بتخلي الفنان منتشر زي دلوقتي، لكن دلوقتي السوشيال ميديا بقت بتخلي الفنان منتشر أكتر، فطول عمرها جسمها حلو والسايز بتاعها مريح في اللبس، ما فيش الكلام ده خالص. أحلى فستان قدمته لها؟ أحلى فستان قدمته لها، اتفرجوا على المسلسل السنة دي، فستان الفرح، وانتي هتشوفوا مفاجأة ان شاء الله. طب انت ما عملت لشخصية مي البنت مش الجدة، ما عملتش حاجة لا للجدة خالص؟ مش لا ما عملتش للجدة. الجدة بصراحة مي ويمنى الستايلست هما اكتر اتنين تعبوا فيها. طب انت ايه رأيك في الهجوم اللي مي متعرضه له ده؟ يعني هجوم فظيع عشان شخصية الجدة. لا، بشوف ده نجاح لمي اكتر، يعني المسلسل اللي يتعمل عليه هجوم بالطريقة دي ده نجاح للمسلسل.